كل عشاق فنون القتال، أهلا بكم في مباريات التقييم في حلبة الجيوجيتسو الوطنية. سوف نبدأ اليوم بمباريات فئة الحزام الأصفر، وسيكون في البداية حبيب الجماهير المفضل المقاتل سالم. كما يبدو فالحكم قلق من حركة سالم البطيئة. منصور، أي يمكنك أن تشرح للمشاهدين عبر التلفاز ما الذي يحصل هنا؟ يبدو أن سالم خائف على سلامته. صحيح يا منصور، ولكن هذا هو سالم الذي نعرفه. هيا سالم، ادخل. لحظات وتبدأ المباراة، فلتبدأ الإثارة الآن. هاي يمين. يسار. لا، يمينا. يسار يسار. يمينا يمينا. في الوسط. خلفك. سالم فاز فاز فاز. عبيد، جمال، دوركم، هيا استعدوا على الفور. لا تخاف. ابقى مكانك. أنت بخير؟ Huh?
لن أسمح أبداً لمنصور بالفوز هذه السنة. سأفعل أي شيء كي لا أخسر. صحيح، أكيد، لكنك قلت الكلام نفسه السنة الماضية، أتتذكر؟ أتتذكر عندما قام منصور بتلك الحركة وجعلك تتألم؟ لقد فاز يومها بحركة المعصم. أنسيت عندما هزمك أيضاً؟ سوف أريك. يكفي، ما مضى قد مضى، وكما يقول المثل الأول تحول. هذه السنة أنا متأكد أنني سأفوز. كيف؟ بهذه، والآن ساعدوني لألصقها. بسرعة بسرعة بسرعة، هيا. وهنا أيضا. أنا مستعد الآن، سألقن منصور درساً لن ينساه، وسأخذ الحزام الأخضر. ماذا تفعلون؟ هؤلاء الثلاثة مترابطون على التوام، ولا شيء يفرقهم عن بعضهم بعضا. Thank you.
من الخسارة. هيا هيا. منذ متى وأنت تهزمني أساسا؟ هيا هيا هيا. هذه المرة لن أرحمك. خذ هذه. ها؟ يا شباب انظروا ماذا اخترعت. أنت اخترعت مسدس الليزر؟ عبيد، هذا ليس ليزر، هذا آخر اختراعاتي. يمكنك القول جهاز استماع خارق. لماذا؟ ما بها أذناك؟ لا مشكلة في أذني، لكن الجهاز يحسن من سمعي، سترون. أنهيت الفرض المنزلي؟ أجل، كان سهلاً. سمعت أن هناك متجراً جديداً في المول. لم تعجبني فكرة التجسس على الناس. كيف يمكن أن نستفيد من الجهاز؟ أنا قريب من موقع الاجتماع الآن. أنت متأكد؟ لم يتبعك أحد؟ لحظة، عبيد، أعد الجهاز نحو الرجل. هذا الرجل؟ أنا متجه إلى مكان الاجتماع. المكان خالٍ. ما هي المهمة؟ نحن مستعدون. أكرر، نحن مستعدون. ما الذي يجري؟ هل تظن أنهم جواسيس؟ سأكون في المقهى خلال 30 ثانية. هيا فلنتبعه. ها؟ نتبع جاسوساً؟ متأكد أن هذه الفكرة جيدة؟ لكن نحن لسنا متأكدين أنه جاسوس يا سالم. حسناً، ربما يريد أن يشرب القهوة فقط. غريب، اختفى بلمح البصر. الآن تأكدنا أنه جاسوس. هيا بنا. حسناً، أظن أننا أضعناه. لنذهب ونشتري المثلجات. دعونا نجرب الجهاز، ربما نجده. نذهب مساءً. العودة سهلة. لديك كل المعدات؟ هذا هو، هذا هو. الرجل يقف وراء النخل، فلنقترب. الليلة نجمة بغداد ستكون لنا. سنصبح أغنياء، لكن يجب أن نكون حذرين. أي خطأ ونعود إلى السجن. متى نتحرك؟ خلال 30 ثانية. سوف ندخل قبل أن يقفل المكان، وبعد ذلك عندما نصبح وحدنا نبدأ العمل. من هي نجمة بغداد؟ نجمة بغداد، نجمة بغداد. هاي، انظروا، السؤال هو ما هي نجمة بغداد وليس من هي. نجمة بغداد هي أكبر جوهرة في العالم. هذا يعني أنهم ليسوا جواسيس، بل إنهم لصوص. يجب أن نوقفهم. لكن نحن لا نعرف إلى أين يذهبون. هذا سهل، نفترق ونلحق بهم. نجمة بغداد في المتحف. إذا لم نوقف اللصوص لن تبقى الجوهرة في المتحف. يجب أن نخبر المدير. اتبعوني. كيف أخدمكم يا شباب؟ الموضوع بخصوص نجمة بغداد. نعتقد أن هناك أحداً يخطط لسرقتها. يسرق نجمة بغداد؟ غير معقول. لا، معقول. نحن كنا نظنهم جواسيس في البداية. بعد ذلك عرفنا أنهم يريدون سرقة الجوهرة. من هم؟ عصابة مكونة من شخصين، سمعناهم على الكورنيش، يخططون لسرقتها الليلة. بالفعل خيالكم واسع يا شباب. أود أن أطمئنكم، مستحيل أن يستطيع أحد سرقة النجمة. لدينا أفضل نظام حماية في هذا المكان. نحن لا نعرف كيف سيسرقونها. ما نعرف أنهم في طريقهم إلى المتحف، لأننا كنا نلاحقهم. تعرفون؟ اتبعوني، دعوني أريكم كيف نحمي كنوزنا في هذا المتحف. أقدم لكم نجمة بغداد. عجيبة! أكبر جوهرة في العالم، قديمة جداً، الكثير من الملكات لبسنها. لا توجد جوهرة في العالم تضاهي جمالها. كبيرة جداً. والآن ما رأيك أن تأخذ الجوهرة؟ ها؟ هيا حاول، حاول أن ترفعها من مكانها. تماماً، من حسن حظكم أنه لدي هذا المفتاح الذي سيخرجنا من هنا.
هاي، ما الذي حصل؟ لا تقلق أبداً يا عزيز، هذا مجرد اختبار لكي يرى الشباب كيف نستطيع أن نحمي جوهرتنا. حسناً. رهيب، أحب الليزر. أشعة الليزر هذه لا تسمح حتى للذبابة أن تمر. كما ترون هنا نجمة بغداد تحت حماية تامة. هذا هو المفتاح الوحيد. يجب أن نذهب الآن يا شباب، هذا وقت إغلاق المتحف. هذه زوجتي، اسمحوا لي، ستخرجون بأنفسكم لأني تأخرت. اذهبوا نحو المخرج ولا تقلقوا على الجوهرة، إنها بأمان. لماذا تأخرت؟ أنا أنتظرك منذ ساعة. نسيت اختراعي في مكتب المدير، سأذهب لإحضاره. اسمعوا، سوف ننتظر حتى يخرج الجميع وبعد ذلك نتحرك. اللصوص هنا، يجب أن نحذر المدير. الباب مقفل، لا نستطيع الخروج. رائع، نحن محتجزون في متحف مخيف للغاية وأيضاً مع عصابة لصوص. ماذا سنفعل الآن؟ نتصل بالشرطة، البطارية فارغة. وأنا أيضاً. وأنا هاتفي مشحون بالكامل، لكن في المنزل. إنهم قادمون بسرعة إلى فوق. هذه الجوهرة. جهاز الإنذار سيعمل. ممتاز يا سعيد، سرقوا نجمة بغداد، يجب أن نوقفهم قبل أن يهربوا. ماذا سنفعل الآن؟ عندي فكرة. هاي لحظة، أنا عندي خطة أفضل. منصور، ماذا تفعل؟ نجحنا! لقد نجحنا! شكراً يا شباب، بفضلكم نجمة بغداد بأمان، يمكنكم زيارة المتحف متى شئتم ومجاناً طبعاً. شكراً يا حضرة المدير. أنا أعتذر فعلاً، لم أسمع كلامكم من البداية. هل أصمم لك مثل هذا الجهاز؟ منصور!
انتبهوا! انتبهوا! آسف عمي. مرحبا يا شباب. اسمعوا، ما رأيكم أن تخرجوا وتستكشفوا المنطقة؟ في الأدغال؟ أجل، في الأدغال أو في أي مكان بعيد عن هنا. فكرة ممتازة يا مريم. أوف. حسناً، أظن أن المكان أصبح مملاً هنا. أنا أحب الملل. آخر مرة ذهبنا فيها إلى الأدغال لم تكن الرحلة مملة. صحيح، كان على وشك أن يأكلنا طائر عملاق. أنا لم أقل شيئاً. لن يؤكل أحد. هيا يا عبيد. نانو، هل تساعدني؟ حسناً يا منصور. هيا بنا نذهب، لكن لا تبتعد كثيراً عن المنتجع. حسناً أمي. أعطني هاتفي. مالا نانو؟ أعطني. نانو، يكفي، أعد إليه الهاتف. حسناً. شكراً تركي، لقد أحسنت عملاً. لقد فرغت البطارية. عادي، نحن في رحلة استكشاف، استمتع. حسناً، والآن ماذا تريدنا أن نفعل؟ نعود إلى الفندق؟ مستحيل، فلنذهب يميناً ونصعد الجبل. هيا، فلنسبح إلى هناك، هذا الطريق يؤدي إلى البحر. بوفيه الفاتور، تناولت الفاتورة 3 مرات اليوم. سأتسلق بدلا من السباحة. أحتاج إلى الراحة، فلنسبح. إذن فلننقسم ونلتقي هنا بعد ساعة. جيد، نراكم لاحقا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا شباب. برد. أجل، المسبح أفضل من هنا. بحر لطيف. هذه هي النهاية يا منصور. الموز 1 وعبيد 0. هذا الخيزران قوي. صحيح، أعطني العصا التي معك، عندي فكرة. طائرة، أنت عبقري. ارميها. أعطني إياها، دعني أجرب. حسناً، لا بأس، أساساً نحن يجب أن نعود الآن. بسرعة، إلى الأدغال. أسرع، أسرع. أظن أننا أضعناه. أين هم الشباب؟ تركي! سالم! عندي فكرة، يمكننا أن نجعل نانو يبحث عنهم. نانو، اذهب وابحث عنهم.
حاضر منصور. شكرا نانو. التكنولوجيا كم أحبها. هل تظن أننا في أمان هنا؟ أمان؟ أنت ترى ما نحن فيه؟ على الأقل لا يستطيع الفهد أن يمسك بنا. يبدو أن الفهد متسلق ماهر. تظن؟ لحظة، أعطني هاتفك. صحيح، هاتفي. سالم، ما الذي فعلته؟ أنا أعرف، رمية ممتازة، صحيح؟ كنا نستطيع الاتصال وطلب المساعدة من أحد ما. صحيح. هيا أصعد، أصعد، أصعد. هيا أسرع، أسرع، فلنذهب من هنا بسرعة. لقد علقنا، ماذا سنفعل الآن؟ سالم، تركي. نانو. عبيد، انظر، هذا فهد. إنهم عالقون، يجب أن نطلب الإنقاذ بسرعة. سأطلب حفر السواحل، ليس لدي إرسال. ساعدونا أرجوكم. منصور، ماذا سنفعل؟ تعال، فلنصعد إلى التلة. مرة ثانية. مبارزة سيوف مرة ثانية؟ ليس لدينا وقت لفعل هذا الآن. هذا ليس لمبارزة السيوف. بسرعة، اقطع لي بعض الأوراق الكبيرة. لماذا؟ سننقذهم عن طريق الجو، بسرعة. حسناً، سوف تطير بهذا الشيء؟ نحن سنطير بهذا الشيء. لا. هيا يا عبيد، أحتاج إليك. ساعدونا. وأصدقاؤنا يحتاجون إلينا، هيا، لا وقت لدينا. إما ننجح أو نفشل. فرصة سعيدة، أنني تعرفت عليك يا ابن خالتي. انتبهوا. استعدوا. لا تقلق سالم، يجب أن تقفزوا. استعدوا، نحن مستعدون الآن. الطائرة فقدت توازنها بسبب الفهد. سالم، تركي، عبيد، غصنوا الشجرة. ماذا نفعل الآن؟ تأخرتم، ولكن قل شكرا. هيا دعونا نهبط قبل أن تتفتت الطائرة. هذا هو المنتجع، نحن نهبط. ممكن لو سمحتم الآن أن نفعل شيئا مملا. ها، أخيرا عدتم. ماذا فعلتم طوال هذا الوقت؟ تعرف، قصص الأدغال، السير واستكشاف البرية. البرية؟ يبدو أنكم استمتعتم وأصبحتم خبراء في الأدغال. لماذا لا تأخذونني معكم؟ بدأت أشعر بالملل هنا. ماذا جرى لهم؟ أظن اشتاقوا إلى الملل قليلا. ماسو.
افتحوا أعينكم جيداً. وجدته، وجدته، هناك، هناك. لا، ليس مجدداً. عاد الخلل؟ أجل، للأسف، لكن التجربة كانت رائعة فعلاً. أوه، كأنها حقيقية. أعرف، لكنني ظننت أنني أصلحت الأعطال كلها. سوف يتم الإعلان عن نظام اللعبة خلال أسابيع قليلة. أوه، أي خلل بسيط قد يعطل عملي لأشهر. لا أستطيع أن أفهم كيف حصل هذا الخلل، وأدواتي ليست بحوزتي الآن كي أكشف على هذا النظام. ربما أستطيع مساعدتك، نانو؟ يمكنك أن تقوم بكشف كامل على النظام لو سمحت. النظام ليس مجهزاً لستة لاعبين. ستة؟ أنتم أربعة فقط. ستة لاعبين كانوا في اللعبة، اثنان ما زالوا يلعبون فيها. أحد ما اخترق ابتكار الثوري الجديد في عالم منصات الألعاب. بسرعة، أين هم الآن؟ في المستوى الثامن، مستوى الأدغال. مستوى الأدغال؟ لكنه سري للغاية. سري للغاية؟ إذن من الذي؟ أوه، بالتأكيد سمير ومنير لهم علاقة بالموضوع. سمير ومنير هم لصوص مخترقون معروفون. إذا وصلوا لشفرة الباب الخلفي فسيتمكنون من سرقة كل شيء، وأنا قمت بوضع الشفرة في مستوى الأدغال. هذا يعني أنهم قريبون كثيراً منا. إذن يجب أن تدخل الآن وتوقفهم. أنا مطور ماهر، لكن لست لاعباً ماهراً مثلكم. أيمكنكم مساعدتي؟ نظام اللعبة هذا ممتاز. صحيح، وسيرتفع عدد زوار المنتدى الخاص بي بشكل كبير حالما ننشر اللعبة على الموقع. بصراحة، أفضل شيء فعله محمود أنه وضع باباً خلفياً سرياً للشيفرة. لا أظن أنه توقع أن يكتشف أحد ما هذا المكان. ليس علينا سوى أن نصل إلى الباب الأحمر هناك، والمعلومات ستصبح ملكنا بكل سهولة. هذا إذا لم نصل نحن قبلكم. كشفوا أمرنا. ممتاز. كنت قلقا من أن تكون اللعبة سهلة جدا. هيا نلعب. فاشلون. لا نستطيع اللحاق بهم. سريعون للغاية، لن نستطيع الإمساك بهم في الوقت المناسب. كنت أتوقع حدوث هذا الأمر، لهذا السبب قمت بتحميل ألعاب أخرى، والآن أنا أدمجها مع هذه اللعبة. هذا سيبطئ حركتهم. انظر، الباب هناك. هيا هيا. ماذا يجب أن نفعل الآن؟ تفعيل آلية المراوغة. هذا معقول؟ هيا تعالوا. يجب أن أدخل وأساعدهم. هذا الجهاز فريد من نوعه، إمكانياتك في اللعبة لا يحدها إلا خيالك. استخدم خيالك يا منصور. أكيد، ما من أحد أفضل مني في التخيل. شباب، استخدموا مخيلتكم. Thank you.
أهلا، أين عبيد؟ إبداع، تعجبني مخيلتك يا عبيد. إلى الأمام. يبدو أن هذه المطاردة لن تنتهي. أفضل طريقة لكي نوقفهم هي أن نخرجهم من النظام. تقصد أننا سنطفئ خوادم الأمن بشكل يدوي؟ تماماً، أنت تعال معي، وأنتم افعلوا المستحيل لكي تصلوا قبلهم إلى الباب الأحمر. وعندما تصلون، ليس عليكم سوى أن تضغطوا على الجرس الموجود عند الباب، وسيمسح الباب الخلفي وسيطردهم النظام مباشرة. ماذا؟ لكن... بالتوفيق! بسرعة! هاي! نعتذر، لكن نحن على عجلة من أمرنا. تعالوا إلى هنا. أوه لا، هناك. توقفوا! من فريد إلى القيادة، أنا أطارد أولاداً يحاولون سرقة العربات، أحتاج إلى الدعم. بسرعة، بسرعة! لا هذا أفضل. ممتاز، ديناصورات مجددا. وهل يجب أن تلحق بنا الديناصورات؟ يكفي، أنا ملل. صحيح، ولا نركض. بسرعة. هناك حافة أمامنا. أجل، لكن انظر، فلنقفز إلى هناك. لا، ليس عليك سوى أن تتخيل أنك تفعلها، ستنجح، لا تقلق، اتبعني فقط. سالم. توقفوا! توقفوا! انظر، الغرفة هناك. لا يوجد حل آخر. هاي، نجحت! ها؟ هذا الولد الصغير هزمنا؟ كيف سنظهر في حلبات الألعاب مجدداً؟ هذا ما كنا نحاول أن نخبركم به. انتهت اللعبة. اتضح أنه ليس هناك خلل في نظام اللعبة التي صممتها. لا أستطيع انتظار إصدارها. شكراً لكم جميعاً في المساعدة على اختبار اللعبة. سوف تكونون أول من يحصل على الجهاز فوراً عندما تصدر اللعبة. أما الآن، أعملوا على لعبة جديدة ستحبونها، وهي حديقة الديناصورات. لا! منصور! 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 منصور!
يعني لن تلتزم بالبرنامج الغذائي يا عبيد؟ نعم، اسمع، لن تأكل المثلجات. أنا ملتزم بالبرنامج الغذائي، لكن هذا لا يعني أنني لا أستطيع النظر أو أحلم أنني أتناولها. مرحبا يا شباب. مرحبا شما. احذروا ماذا رأيت منذ قليل. رأيت عبيد وهو يقف عند متجر المثلجات، صحيح؟ لا، لقد رأيت فيلم التنين الآلي في السينما بتقنية 3D. ما الذي جرى له؟ لأنه متحمس جداً كي يشاهد فيلم التنين الآلي. متحمس جداً جداً جداً، لكن لا نستطيع مشاهدته الآن لأن هناك أحداً لديه موعد عند طبيب الأسنان. ونحن متفقون على أن نشاهد الفيلم معاً. مزعج. مسكين سالم، عليه أن ينتظر بعد 3 ساعات ليتمكن من مشاهدة الفيلم. ثلاث ساعات؟ أريد مشاهدته الآن. سأذهب للتسوق الآن. سيعجبك الفيلم كثيراً يا سالم، وصدقني هو يستحق عناء انتظارك. مع السلامة شما، نراك لاحقاً. لا أصدق أنها شاهدت الفيلم قبل أن نراه نحن. لا بأس، ستشاهده قريباً يا سالم. لا بأس، ستراه قريباً يا سالم. حسناً، أنا سأذهب الآن، سوف أراكم لاحقاً. متى سوف نشاهد الفيلم؟ بعد ساعة. منصور، ما رأيك أن نشاهد الفيلم الآن من دون معرفة أي أحد؟ وعبيد؟ لا ينفع. نحن اتفقنا أن نشاهد الفيلم معاً. هيا يا منصور، فلنشاهد الفيلم الآن. قلت لك لا يعني لا يا سالم، الاتفاق اتفاق. لكن يا منصور، أنا أريد مشاهدة الفيلم الآن أرجوك. انظر يا منصور، الجميع شاهد الفيلم، لا يعقل ألا أشاهده أنا. سالم انظر. عبيد سوف ترى. شاهد الفيلم من دوننا. وأنت مخطئ يا سالم، أردت مشاهدة الفيلم من دونه. هاي، أنا كنت أريد مشاهدته لكن هو شاهده، هناك فرق. حسناً، فلنتكلم معه ونفهم ماذا حدث. مرحباً عبيد. مرحباً شما. كيف كان موعد الطبيب؟ أنا احتجت إلى حشوة، يعني أنني لن آكل لمدة ساعة كاملة. هذا مؤسف، لكن انظر إلى الجانب الإيجابي، الآن سوف تشاهد الفيلم. مرحباً يا صديقي العزيز، ما أخبارك؟ ماذا تفعل؟ كيف أحوالك؟ بخير. كيف كان موعدك؟ هل استمتعت؟ لا. متحمس لمشاهدة الفيلم؟ مرة ثانية؟ مرة ثانية؟ جيد، أين هو البالون؟ وهل هضمت المثلجات؟ منصور، ما القصة؟ نحن رأينا كل شيء. ماذا رأيتم؟ رأيناك خارجاً من السينما وتحمل معك بالوناً عليه شعار التنين الآلي، وكنت تأكل مثلجات بهذا الحجم. لا، لم أذهب إلى مكان ولم أكل شيئاً، أتيت توّاً من موعد الطبيب. انظر، عندي حشوة. لا تنكر يا عبيد. لكن ما مشكلتهم؟ لما يقولون هذه الأمور عني؟ لا تخف يا عبيد، أنا أصدقك. والدليل؟ انظر، هذا أنا. أقصد أنا هو، قصدي يشبهني. يبدو أن منصور وسالم رأوه خارجاً من الفيلم، وربما ظنوه أنت. أجل، صحيح يا شباب. لحظة، عندي فكرة.
مرحبا، أعتذر على الإزعاج، لكن أريد أن أعرفك على صديقي. مرحبا، كيف حالك؟ أنا اسمي عبيد. مرحبا عبيد، أنا اسمي عمر. عمر، نريد أن نفعل مقلبا بأصدقائنا ونحتاج إلى مساعدتك قليلا، ما رأيك؟ أنتم يا شباب اتهمتم عبيد بأنه لم يتبع برنامجه الغذائي، ولكي يثبت لكم أن لديه لياقة وأن صحته تتحسن، قرر عبيد أن يتحداكم في سباق. هل تمزحون معنا؟ لا، لا نمزح، أنا سأسابقكم من هناك حتى آخر مركز التسوق. لكن يا عبيد، أنا متأكد أننا نحن سنفوز. سابقوني وسنرى. يا عبيد، اسمع، إذا استطعت الوصول حتى آخر المول قبلنا، سأشتري لك طبق دجاج. حسناً، اتفقنا، لكن مهلاً، من الحجم الكبير. اتفقنا، فلنبدأ السباق. أنتم يا شباب من هذه الجهة، وعبيد سوف تذهب من هذه الجهة، والذي يصل إلى النهاية يكون هو الفائز. سيكون سباقاً سخيفاً. طبعاً، سيكون سباقاً سخيفاً. في مواقعكم، استعدوا، انطلقوا. يبدو أننا سبقناه من الآن. بالتأكيد، بالتأكيد انقطع نفسه الآن. هيا، لا بأس، نكاد نصل. ماذا؟ ماذا كان وراءنا؟ هذا مستحيل. أنا فزت. كيف؟ 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 كيف فعلت هذا؟ ها؟ من فاز؟ فاز عبيد. ممتاز يا عبيد. شكراً. يبدو أن هناك أحداً سيشتري لعبيد طبق دجاج. لحظة، فلنفعل السباق مرة ثانية، وإذا فزت فسوف أحضر لك هذه المرة أكبر طبق دجاج. في هذه الحالة، الذي يصعد إلى الطابق الثاني على الدرج ويصل أولاً هو الفائز. لا داعي لهذا السباق يا عبيد. أعرف، لكن علينا فعل ذلك. استعدوا، اثبتوا، انطلقوا. هذا السباق متعب. لا تستسلم يا سالم، استمر، يجب أن نهزم عبيد، يلا. تعبت كثيرا. هيا اركض يا سالم، بقي القليل وسنصل قبل عبيد. كيف حالكم يا شباب؟ لقد تأخرتم. كيف وصل؟ كيف فعل هذا؟ ها؟ أنا أحتاج إلى الأكسجين. بدأت أرى اثنين عبيد. دعني أشرح لك، هذا عمر، وهو الذي رأيتموه خارجاً من الفيلم ويأكل المثلجات. كان يجب أن تثقوا بعبيد وأن لا تشكوا بصدقه، والآن أنتم يجب أن تعتذروا منه. وأكبر طبق دجاج وساندويش أيضاً. بصراحة نعتذر لأننا شككنا بصداقتك. أنا آسف كثيراً يا عبيد. لا بأس، لا بأس، دعونا نشاهد الفيلم أولاً. مع السلامة يا شباب، استمتعوا بالفيلم. ألن تنزل على الدرج؟ بصراحة هذا مضحك جداً يا عمر. عبيد واحد يكفي، لكن اثنين هذا صعب.
السلام عليكم، معكم الكابتن خالد. نحن على وشك الهبوط، يرجى ربط أحزمة الأمان. عبيد، هل أنت جاد الآن؟ لا أظنها فكرة جيدة. بصراحة هبوط ممتاز يا كابتن. شكرا لك يا بني. ماذا جرى لك يا عبيد؟ أظن أنه كان يجرب أسلوبا جديدا، أسلوب الميلك شيك. حسنا يا شباب، لقد وصلنا. بينما نفرغ الأمتعة، اذهبوا واستكشفوا المنطقة. لكن انتبهوا جيدا إلى أنفسكم. عبيد؟ ليس أنا، هذه الهرة هي التي أخفتني. يا للروعة، جميلة جدا، انظروا إليها. هيا فلنأخذها إلى المنزل معنا. لا، يجب أن نتركها هنا، هذا موطنها الأصلي. لكن يا منصور. لا يا عبيد، لا، إنها هرة برية وهي تنتمي إلى هنا. أجل يا عبيد، منصور محق. حسناً حسناً، وداعاً يا هرتي. أهلا بكم يا شباب. إذن استمتعتم بالرحلة؟ أجل طبعاً، كانت رائعة. تعالوا إذن استريحوا واشربوا العصير. ها، من يريد العصير؟ لا تريد شيئاً يا عبيد؟ أريد الحليب في طبق صغير. عبيد؟ لماذا تريد الحليب في طبق صغير؟ ما هذا الصوت؟ عبيد؟ أوه، كيف دخلت إلى هنا؟ عبيد، أنت عدت لتحضر الهرة؟ عبيد، هذه هرة برية، ونحن لا نربي الحيوانات البرية كحيوانات أليفة. أعدها إلى بيئتها الطبيعية. لكنها تبدو لطيفة جداً. هيا سترتاح هنا حتى تعيدها. أحضرت لها الطعام لكي تأكل عندما تجوع. نانو، انظر، هذه هرة برية. هرة برية، دعوني أتأكد من هذا الأمر. تبدأ الآن عملية المسح. هيا يا شباب،
يكفي لعباً معها، فلنخرج من الغرفة. تحليل معلومات الهرة البرية. أنا لا أعرف لما تزعج نفسك، إنها مجرد هرة صغيرة وعادية. حسناً، إذاً لماذا وجدناها في الجبال؟ إن هذه الهرة تنتمي إلى فصيلة بانثيرا باردس، والمعروفة أيضاً باسم نمر الجبل العربي بانثيرا باردس. ماذا؟ يجب أن نخرج النمر من المنزل. بصراحة أنا لست مرتاحة بوجوده يا خالد. أنا متأكد أن هناك خللاً في الموضوع. هذه الهرة مسالمة للغاية ولطيفة للغاية، يستحيل أن تكون واحدة من الهرر الكبيرة. يجب أن نعيدها إلى موطنها، أمها ستبحث عنها. أحضرها يا عبيد. ما المشكلة يا عبيد؟ الهرة أكلت كل شيء، وفجأة أصبحت كبيرة جداً بسرعة كبيرة جداً. كبيرة؟ فلنذهب ونحضرها. لا لا تفعل، لقد أصبحت كبيرة هكذا. ولكن هل جننتم؟ إنها كبيرة جداً وخطيرة. عبيد، إنها الهرة الصغيرة نفسها، انظر. الأم أتت لأجل صغيرتها، إنها هنا. لقد أخبرتك ولكن لا أعرف لماذا لم تصدقني. أبي، ماذا سنفعل الآن؟ يجب أن نعيدهم إلى موطنهم الأصلي، ولكن كيف؟ وجدتها، أنا أعرف كيف. نحتاج إلى قطعة لحم وصندوق كبير ونالو. أحسنتم يا شباب، عمل جيد. وداعا يا فرفور. فرفور؟ يا شباب، أريد أن أريكم شيئاً مذهلاً. انظروا ماذا وجدت. إذاً قولوا لي، هل رأيتم يوماً ما بيضة دجاج بهذا الحجم؟ لكن هذه لا تبدو كبيضة دجاج. نانو، أتستطيع تحديد نوع هذه البيضة؟ نوع البيضة جاري التحديد. انتهى المسح، حدد النوع. هذه البيضة تنتمي إلى سلحفاة العملاقة، والتي يمكنها أن تنمو إلى 4 أقدام. عبيد، ماذا قلنا لك؟ منصور! منصور! منصور!
مرحبا بكم في هذه الجزيرة الخلابة وفي دورتنا التدريبية عن التعايش في البرية. وإلى الخائفين أو المتوترين، أنا خبير في هذه الأمور وستكونون في أمان، لذا اطمئنوا. والآن هيا بنا، دعونا نبدأ. يا شباب انتبهوا من التعرض للشمس، قد تكون خطيرة. دعونا نخيم هناك. منصور، أنت المسؤول الآن. سوف أذهب لأستريح وأغمض عيني قليلاً. ماذا سنفعل الآن؟ كيف سنتدبر أمورنا من دون الأستاذ علي؟ لا أحد منا سينجو. لا تضخموا الموضوع، الأستاذ علي يحتاج إلى القليل من الراحة وسيكون بخير. وعلى العموم لدينا نانو ليساعدنا. نانو، قم بمسح للجزيرة لتجد لنا المياه والطعام ومواد البناء. يوجد نبع ماء على بعد كيلومتر ومئتي متر شمال شرق الجزيرة، لكن ممكن أن نجد البديل في ثمار الأشجار المحيطة بهذا المكان. أشجار الموز والمانجو متوفرة بكثافة، سعف النخيل أفضل مادة للبناء. إحصائياً نحن في أفضل مكان لبناء المخيم. مستحيل أن أبقى هنا، هذا ما ينقص أن يأمرني منصور وروبوته. دعونا نذهب من هذا المكان. جمال، جميل، تعالا معي. لا تقلقوا عليهم، سيعودون. فلنبدأ ببناء المخيم. أعلى، هناك. لا، أنا تأخرت، تأخرت. لدي اجتماع مهم في تلك الغابة. أين عبيد؟ أظنه يبحث عن الأستاذ علي. فنجان قهوة يطير. تعال، تعال إلي يا فنجان القهوة. أستاذ علي، أستاذ علي توقف. أستاذ علي. عبيد تعال، هذا المكان رائع. أستاذ علي،
بهذه العصا السحرية. إنها جميلة جداً، أمسكها. أوه، عصا سحرية، هذا عجيب. عبيد، قم بخدعة. أنا لا أستطيع أن أقوم بأية خدعة إلى أن تمسك العصا. هيا أمسك بها أرجوك. ها؟ ما هي الخدعة يا عبيد؟ إنقاذ حياتك. هيا هيا. الحمد لله، تعبت. يا سلام، هذا طريق جميل جدا. ها؟ ماي؟ ماي؟ مرحبا، اهلا بكم في منتجعنا، تفضلوا. اين عبيد والاستاذ علي؟ لم ارهم، ربما عادوا الى المخيم. جمال، اقفز إلى تلك الصخرة واملأ لنا زجاجات المياه. يمكنكم إرسال باص إلى الطرف الآخر من الجزيرة كي تحضروا أصدقائي. أين عبيد؟ أين الأستاذ علي؟ هناك عاصفة قادمة. السيد عبيد يدعوكم إلى مرافقته حيث يقيم. واو، فكرة رائعة جدا. هيا بنا. لنذهب إلى مخيم منصور. نحن لسنا بحاجة لهم. حسناً، إذن يكفي، سوف نذهب. شيء لذيذ. ما هذا؟ على الأقل هذا أسوأ شيء يمكن أن يحصل. مرحبا يا أولاد، كيف وصلنا إلى هنا؟ يا لهذا المسبح الرائع، هذا كوكتيل لي أنا؟ أوه أستاذ، أنت بخير الآن؟ أنا صحتي حديد، كأنني ولدت من جديد، كأنني عشت مغامرة. الجميع موجود هنا؟ طارق وجمال وجميل ما زالوا في الطرف الآخر من الجزيرة، يجب أن نحضرهم إلى هنا أو لا يجب؟ لا، دعهم يبقون هناك بعض الوقت. آه!
مرحبا بكم جميعا في حديقتنا الجديدة والجميلة. أشكر كل شخص بذل جهده في إنشائها، وأخص بالشكر الفنانة المحلية التي صممت هذه التحفة الفنية. مع رفع الستارة عن هذه التحفة، أعلن أن هذه الحديقة تم افتتاحها. عجيب! أعجبتك؟ أجل، عمل ممتاز. لكن ما هي؟ هذا فيل يركب دراجة نارية. أعرف أنه طائر، أنا كنت أسأل فقط ما نوع هذا الطير؟ هل هو صقر؟ ما هذا؟ هو طائر كبير، له منقار حاد ومغالب. لا، ما هذا؟ هاي، توقف، توقف، هاي. لم أفهم، لماذا السائق لا يرانا؟ لماذا لا نرى السائق؟ لا، لأنه من دون سائق، هذا الحفار يعمل وحده. متوجه نحونا. متوجه نحو تمثال الطائر. يجب أن نوقفه. لكن كيف؟ بالعمل الجماعي، تعال. كنت أشعر أنه سيقول هكذا. منصور، ما هي خطتك؟ سنصعد إلى فوق وندخل ونضغط على الفرامل. لن يكون ذلك صعبا. لقد غيرت رأيي، هذا أمر مستحيل. لكن كيف سنصعد إلى فوق؟ يجب أن نحاول. هيا عبيد، اصعد. هذا مؤلم حقا. شكرا يا عبيد، من دونك ما كنا سنتمكن من الصعود. هذا صحيح، أنت أفضل سلم في العالم. أهلا بكم، تعالوا. حسنا، دعونا نوقف هذا الشيء. لكن نحن صغار جدا، لن نقدر على هذا الشيء الضخم. هذه حالة طارئة يا عبيد. جرب الفرامل. أوقف، أوقف. إنه لا يعمل. حاول مرة ثانية. لا، لماذا لا نتوقف؟ الفرامل معطلة، ليس هناك مقود. كيف سنتمكن من تغيير اتجاه الحفار؟ ربما هذا سر. لم نعد نستطيع أن نرى أمامنا. أنزل الرافعة إلى تحت. الحمد لله، أنقذوا تمثالك. ومن الذي سينقذهم؟ أطلبوا الشرطة، هذه حالة طارئة. كنا قريبين. قريبين جدا. حسنا، يبدو أنني عرفت كيف أقود الحفار. كل واحد يمسك بمقبض، مقبضك إلى اليمين ومقبضك إلى اليسار. وأنا سأصلح الفرامل. يا تحرك، تحرك. يجب أن نغير الوجه. استعد يا سالم. هيا فلنستدر الآن. حاجز، حاجز، حاجز. رأيته. ممتاز يا سالم، أنقذت الموقف. شكرا. منصور، ماذا فعلت بالفرامل؟ أظنني أصلحتها. لا، لماذا ازدادت سرعة الحفار؟ بسبب هذا. أي الآن؟ نحن لا نستطيع أن نوقف الحفار. الحل الوحيد أن نستمر بالقيادة في الحديقة حتى ينتهي الوقود. لا تخافوا، نحن بخير طالما أننا نستطيع الانعطاف. ماذا فعلت يا عبيد؟ أنت قلت أن عطف. أنا قلت هذا الشيء لكن لم أقصد أن تفعله، كنت أشرح فقط. أنا سمعتك تقول انعطافا فانعطف. شباب. لا.
أحسنت عملاً. من الجيد أنك لم تخرجنا من الحديقة يا عبيد. نحن صغار، لا نعرف القيادة في الشارع. لا، سرعتنا في تزايد مستمر أيضاً. دعونا نحافظ على اتجاهنا إلى الأمام حتى نجد حلاً. ماذا سنفعل الآن؟ نانو، هل ترى مخطط هذا الحفار؟ حاضر منصور. كيف نطفئ المحرك؟ انزع هذه الأسلاك. كيف ننزعها؟ واحد منا يجب أن يذهب إلى هناك وينزعها. حسناً، أنا سأذهب إلى هناك وأنزع الأسلاك. لكن يجب ألا تنزل والحفار يسير. ليس لدي حل آخر، يجب أن أنزل لأوقف هذا الحفار. صح، بالتوفيق. يجب أن تنزع السلك الأخضر أولاً. ممتاز، الآن انزع الأصفر. أحسنت يا منصور، الآن الأحمر. منصور، أياً كان ما تريد فعله فافعله بسرعة. منصور اسحب. لا أريد أن يقضى علينا، ما زلنا صغارا. أحسنتم، أحسنتم فعلاً، أحسنتم يا شباب، أنتم أبطال، أبطال. التحكم بهذه الحفارات بأجهزة التحكم عن بعد أسهل بكثير بصراحة. عبيد، آسف يا شباب. منصور! منصور! منصور!
ألو؟ مرحبا مريم، أريد أخبارك أن عبيد بدأ يسير أثناء نومه. مسكين، لا أعرف ماذا أفعل. سأرسل إليكم منصور الآن. رائع، مع السلامة. لقد اتصل أهل عبيد، يقولون أن عبيد خرج من البيت يمشي وهو نائم. يجب أن تذهبوا كي تساعدوهم وتبحثوا عنه. ها؟ أه؟ سالم، ماذا هناك؟ لدينا حالة طارئة. ماذا؟ ساعدني أنت وتركي. عبيد يمشي وهو نائم؟ أنت تقصد أنه يمشي في المكان وهو نائم؟ أجل، ونحن يجب أن نساعد أهله ليجدوه. لكن كيف سنجده الآن؟ المدينة كبيرة للغاية. صحيح، لكن أنا أعرف أين هو. ها؟ أين؟ هناك. يبدو مثل الزومبي. ألو، أنا منصور، وجدنا عبيد. الحمد لله، الحمد لله، أشكركم. أعيدوه إلى المنزل الآن. حاضر، سنعيده. سالم سيحاول إيقاظه من النوم. لا لا لا، ليس من الجيد إيقاظه وهو بهذه الحالة. قد يتسبب هذا بصدمة له. أوف، الحمد لله، كنت على وشك أن أوقظه من نومه. فلتعيده إلى المنزل دون إيقاظه. حسناً، سنفعل. مع السلامة. هذا سهل، ما هو أسوأ شيء قد يحصل؟ لا، بسرعة، يجب أن نغير إشارات المرور. هيا هيا. تغيري 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 بسرعة. يجب أن نوقظه من النوم. هيا بسرعة. سالم، ماذا تفعل هنا؟ انظر، الإشارة خضراء. الحمد لله، لم يحصل له شيء. أولا. سيوقظ عبيد. ماذا ستفعل؟ ستسمعه الموسيقى؟ هذه سماعات عازلة للصوت. أجل. توقف. مرحبا منصور، كل شيء بخير مع عبيد؟ أجل، عبيد بخير، لا تقلقي. ما كان هذا الصوت؟ ها؟ لا شيء، مضطرون أن نذهب. مع السلامة. لا، هو متجه إلى الداخل. يجب أن نخرجه من هنا. أغلب الأشياء الموجودة هنا لا تقدر بثمن. أمسكتك. هيا. كيف يستطيع أن يمشي هذه المسافات وهو نائم؟ أوه، لا لا لا، بسرعة، جذفوا أسرع ما يمكن. تركي، استدر إلى الخلف. يجب أن يستيقظ بسرعة. يبدو أنه لن يستيقظ.
قف مكانك. انتبهوا. يجب أن نبقى مع عبيد. قلت لك توقف. لا أصدق أن حارس الأمن وقع في البحر. لا أصدق أن عبيد ما زال نائما. لا أصدق أنه يدخل محطة التلفزيون. لا. هل يمكنك إخبارنا عن آخر مشاريعك؟ أكيد. طبعاً، نحن الآن نبني حديقة مائية جديدة، وستكون أكبر حديقة تم بناؤها. هاي، أمسكتمك. أين هو؟ هذا هو هناك. هذا عبيد، حتى وهو نائم جائع. أنا أتحداكم إن كان لا يحلم بالطعام الآن. هذا ليس حلما، هذا كابوس. لا لا. آسفون. أكيد، هو يحب الأناناس. عرفت كيف سأعيده إلى المنزل. مرحبا منصور، هذا مال الأناناس. هيا نذهب إلى المنزل. ما الذي يجري هنا؟ صديقنا يمشي وهو نائم ولا نستطيع إيقاظه. لهذا السبب سنستخدم الفاكهة كطعم كي نوصله إلى المنزل. أها، الآن فهم. لما لم تقولوا من البداية؟ حاولنا. اسمح لي، لكن رائحة السمك تشتت انتباهه. آسف. حسناً، بالتوفيق. البطارية بدأت تنخفض يا منصور. حسناً نانو، شباب، سنغير الخطة. سنأخذ عبيد إلى منزلنا لأنه أقرب، وسأخبر الجميع. مرحباً. مساء الخير. لقد حلمت حلما جميلا عن الأناناس. لماذا أضع هذه؟ ولماذا أنام على أريكتك يا منصور؟ كنت تمشي وأنت نائم يا عبيد. قبل قليل أعدناك إلى هنا. هذا محرج، لكن الحمد لله أنت الوحيد الذي رأيتني بهذه الحالة. لم نكن وحدنا يا عبيد. ماذا تقصد؟ من رآني أيضاً؟ الجميع. لا.
وها هم يدخلون في الجولة الأخيرة. يبدو أنهم اقتربوا منا. استمر أنت من دوني. المنافسة شديدة على المركز الأول، ويفوز منصور. حاول يا سالم، يمكنك ذلك. هيا تغلب عليه بسرعة. هيا يا سالم، تأكدوا من أن يكون الأخير. والمنافسة شديدة على المراكز الثلاثة الأخيرة عند خط النهاية، وفي المركز الأخير سالم. عليك أن تعتاد سماع هذا الشيء من الآن فصاعدا يا سالم. لا تقلق يا سالم، هناك سباق آخر الأسبوع المقبل، وأنا متأكد أنك ستقدم مستوى أفضل. آمل ذلك. أنت اسمع، تريد حذاء رياضيا؟ آخر ما أحتاج إليه الآن هو الحذاء. هذا الحذاء ليس عاديا، سيجعلك تركض بسرعة البرق. لا شكرا. هذا الحذاء سيجعلك تفوز بأي سباق. ها؟ كيف؟ انظر. لكن إن كنت لا تريده. مالا مالا، أنا سأشتريه. جيد، فلنرى الآن إمكانيات هذا الحذاء. لا أستطيع التوقف، ساعدوني. عجيب، يجب أن يرى منصور هذا الحذاء. من أين اشتريته؟ هذا غير مهم، المهم أن هذا الحذاء سريع جداً، لكن من الصعب التحكم به. أنا أحتاج إلى مساعدتك. دعنا نرى. هيا يبدأ المشي. ساعدوني، لا أستطيع التوقف، لا أستطيع التوقف. أمسك. أنا آسف. عجيب، هذا الحذاء صاروخ. سالم، هل تعرف كيف تتحكم به؟ كيف؟ بالتمرين. أنا أعرف طريقة آمنة تساعدك كي تتدرب. ها سالم، ما الأخبار؟ أظن أنني أخيراً عرفت كيف أتحكم به. انظروا. نجحت يا سالم، تمكنت من ترويض الحذاء. ما رأيك أن نختبره الآن من دون الأمان؟ أجل، أكيد. أنت في أمان. شكرا. أهلا بك. أنا سأحضرها.
تفضلي. أحسنتي. سأوصلك إلى الباص. ها؟ يوما سعيدا. نسيت هذا. شكرا. إذن يا سالم، كيف كان الاختبار؟ كان عجيبا. لقد ساعدت اليوم كثيرين بفضل هذا الحذاء، ولكن الآن تعطل وأحتاج إلى أن تصلحه يا منصور. لكي تستمر في مساعدة الناس؟ لا، لكي يفوز على طارق في السباق القادم. حسناً يا سالم، سأقوم بالتصليحات اللازمة للسباق. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً، السباق التالي سيبدأ بعد قليل. أين هم؟ أين هم تأخروا هكذا؟ سالم! سالم! هاي! هنا! منصور، أحضرت الحذاء؟ نعم، وقمت بالتصليحات المطلوبة. شكراً يا منصور. هل أنت مستعد للخسارة مجدداً يا سالم؟ لا أظن ذلك يا طارق، لدي هذا. جميل جداً. من أين اشتريت هذا الحذاء؟ أيها العداؤون، خذوا أماكنكم. استعد للهزيمة مجدداً يا سالم. في أماكنكم، استعداد، انطلاق. ما الذي يجري؟ ساعدوني. أسلوب جري مميز من طارق. طارق يجري في الاتجاه المعاكس ويتبعه كل من شمال وجميل. منصور الآن في المقدمة، ولكن سالم يشق طريقه وبقوة. هذا أداء رائع من سالم. هل سيتمكن من اللحاق بمنصور؟ إنهم يتنافسون على المركز الأول. سالم يتقدم، سالم يتقدم، ويفوز سالم في السباق. هاي، يا سلام، لقد فزت، لقد فزت. أحسنت يا سالم. لقد فزت عليك لأنني استخدمت حذائي المميز، لكنه لم يكن سريعاً اليوم كالمعتاد. لأنه الآن هو حذاء عادي يا سالم. ها؟ أخرجتها كلها، وجودها في الحذاء يعتبر غشاً. أنت تقصد أن... صحيح، أنت فزت بمجهودي. ها؟ منصور! 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 منصور!
شكراً، شكراً لأنكم تساعدون على ترتيب الورشة. في الورشة أشياء موجودة ولا أحتاج إليها، أفضل أن تبيعوها وتتبرعوا بقيمتها للجمعيات الخيرية. ها، فكرة جيدة جدي. ها، أكيد عمل خير. هي أنا لم آتي إلى هنا منذ زمن. هاي، واضح. لا 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 لا. جيد أننا وجدناها. عرفت أنني سأجدها هنا. أوه، إنها جميلة جداً. ما هذا؟ هذه يا بني بوصلة صديقي القديم حسن، وحسن في أيامها عرف أنني أحببتها فأهداني إياها. أنا سعيد جداً أنني وجدتها. شكراً لك منصور. يا سلام، اشترى الناس الأغراض بسرعة. هذا صحيح، بصراحة أنا لم أتوقع أن يشتري أحد هذه الأغراض. أقصد أنا لست متفاجئاً لأننا بعنا أغراض جدي. كان هذا متوقعاً لأن الأغراض نادرة. عبيد، هل يمكنك إحضار الأغراض المتبقية لو سمحت؟ لا لا لا، غير معقول. اذهب واحضر البوصلة. سرق البوصلة، امسك به. لن ندعه يسرقها بهذه السهولة. البوصلة مهمة لجدي. يا شباب، يجب أن نسترجعها. يجب أن نخبر جدي ونلحق بالقرصان. أنا سأبقى هنا وسأشرف على الأغراض. لا لا، يجب أن تأتي معنا. أريد أن أفهم أمراً واحداً، لماذا كانت البوصلة على طاولة الأغراض من الأساس؟ الآن فهمت. حقاً حقاً، عن طريق الخطأ، لم أقصد ذلك. لا بأس يا بني، دعونا الآن نحاول استرجاعها. هاي. نانو، ابحث عن مكان القرصان. تم تحديد مكان القرصان، خذوا هذا الاتجاه.
سأنطلق بالمركب بأقصى سرعة. أعد لنا البوصلة. أنت سرقتها ويجب أن تعيدها. هي ليست لك. الببغاء سرقها منا. جدي، القرصان يبتعد عنا. لن يبتعد أكثر. هيا تمسكوا بالمركب. أحسنت يا نانو، سأشحن بطاريتك لاحقاً. أنا سأنتظر هنا مع جدي والمركب. أنتم اذهبوا. يجب أن تأتي معنا يا عبيد. أين اختفى؟ أين هو؟ لم أجده. وجدته هناك. أنت توقف. إنه يهرب من هنا. تستحق هذا. أشكرك يا قرصان. هيا أنتم، هذا ليس وقت اللعب. ابتعد القرصان. أنت مهلا. توقف، أعطنا البوصلة. نريد البوصلة. توقف. هاي توقف، اسمع ما يقوله لك سالم أيها اللص. أنا لست لصاً. إذا أعدت لنا بوصلة جدي، سنعطيك كل المال الذي جمعناه من بيع أغراض جدي. هناك أشياء لا تقدر بثمن، وخاصة إذا كانت عزيزة علينا. ادخل. من أين حصلت عليها؟ كانت مع أحد ما، وقال إنها ملك لجده. فهمت. إذن في هذه الحالة يجب أن نذهب لزيارته. يبدو أنكم لم تمسكوا به. أنا آسف يا جدي، أنا السبب في ضياع بوصلتك الغالية. لا تحزن يا بني، قد تكون الأشياء ثمينة، لكن الصداقة أمر لا يقدر بالثمن. أنا سأتكلم معه وسأخبره عن أهمية البوصلة لي. هل لا تعيد البوصلة؟ إنها هدية من صديقي. تريدها؟ نعم، أنا أريدها. بوصلتك؟ أنت حسن؟ لا، حسن كان صديقي الغالي، والبوصلة هذه هدية منه. أعدها الآن قبل أن... ها؟ جيد يا صديقي الغالي، للمرة الثانية أهديك البوصلة. شكراً لك يا صديقي، وهذه المرة أعدك بالمحافظة عليها. حسناً، والآن من هذا الرجل؟ هذا هو حسن، صديق جدي الذي أهداه البوصلة منذ زمن يا ذكي. حسناً، أعرف. أنا سعيد لأنني وجدت بوصلتي، لكن الأهم من هذا كله أنني وجدت صديقي الغالي. وهذا بسببك أنت يا عبيد. تحت أمرك يا جدي.
انتهى الدرس الآن وانتهى أسبوع ثاني من المدرسة. سنذهب أنا وعبيد للسباحة الآن. أتمنى أن تستمتع في منزل جدتك. لا، لن أستمتع. نراك في مركز التسوق غداً. حسناً، أريد أن... لحظة، نسيت أن أقول لكم، لدي خبر يفرحكم. انظر، هذا جدي. مرحباً يا جدي. أهلاً بكم يا شباب، ماذا تفعلون؟ نتمشى في مركز التسوق وننتظر سالم. هذا جيد. ما رأيكم بشراء الدراجة؟ دراجة؟ أجل. بصراحة يا جدي، سيكون ذلك ممتعاً. حسناً، لن أشتريها الآن لأنني جائع. إذا ما رأيك في أن تشتري لنا المثلجات؟ حسناً، هيا بنا. وماذا تريدون؟ أريد كوز مثلجات صغيراً بالفراولة والمانجا. وأنا سأخذ واحداً فيه كاكاو وفراولة ومانجا وموز و... عبيد، أنتم من يقول إن الفاكهة مفيدة للغاية. أنا آسف يا شباب، لا أعرف أين وضعت محفظتي، لقد نسيتها. لا بأس يا جدي، أنا سأدفع. وأنا نسيت محفظتي. عبيد؟ أنا لم أنسى محفظتي، لكنها فارغة منذ وقت طويل. أنا آسف يا شباب، سأحضر محفظتي وأشتري لكم المثلجات. إلى اللقاء أراكم. إلى اللقاء يا جدي. لكن المثلجات. هيا يا عبيد. مرحبا شما. مرحبا بكم. مرحبا. ماذا تفعلون في مركز التسوق؟ ننتظر سالم. لكن من دون مثلجات. كان جدي سيشتري لنا المثلجات، لكنه لم يستطع لأنه أضاع محفظته. هذا مؤسف. لو أتيتم قبل قليل كنا اشترينا لكم المثلجات، لكن للأسف يجب أن نذهب الآن. لكن حظكم جيد، معي بطاقات لمثلجات مجانية. شكراً شما. المرة المقبلة على حسابنا. هذا مذهل، كان هذا لطفاً من شما. وأخيراً سنستمتع بطعم المثلجات. أريد العصير لو سمحتي. أريد الشاي نفسه. وواحدة من هذه أيضاً. منصور، انظر من هناك. غريب أن نرى الأستاذ علي في مركز التسوق. لماذا؟ لأن هذا أمر غريب. أنا لم أتوقع أنه شخص عادي. أقصد أنه يأكل ويشرب مثل الناس العاديين. ماذا يعني؟ تظن أنه لا يخرج من المدرسة مثلاً؟ أجل، ممكن. لذيذة. ماذا جرى؟ هذا غريب. يجب أن نعيد له محفظته. هيا يا عبيد. سوف ألحق بك. ها
هذا شيء هام يا عبيد، تعال. لكن المثلجات هامة أيضا. من أي جهة ذهب؟ هل رأيته؟ هناك. أستاذ علي، أستاذ علي. لقد ذهب، ولكن لماذا يهرب منا هكذا؟ ماذا يجري؟ لا أعرف، لكن يجب أن نعيد المحفظة. لقد اختفى. لا لا، هذا مستحيل، يجب أن نجده. هيا تعال. تسوق كبير، يستحيل أن نجده. وجدتها، نحتاج إلى مساعدة نانو. ربما هذا لن ينفع، لكن هذا يستحق المحاولة. مرحبا نانو. مرحبا منصور. هل تحدد لنا موقع الأستاذ علي؟ أجل، سأحاول. تم تحديد موقع الأستاذ علي. أحسنت يا نانو، أخبرني أين هو؟ إنه هنا. أستاذ علي، لقد وجدنا محل. لا أفهم ماذا يحدث معه. أوه، انظر، هذا سالم. أهلا سالم، كيف كانت زيارتك لجدتك؟ هل استمتعت؟ لا، لكن أخبروني ماذا فعلتم؟ رأينا الأستاذ علي. يستمر بالهرب منا. لقد أضاع محفظته. وهو يهرب منا، وحتى الآن نحاول أن نعيدها إليه. لكنه ما زال يهرب منا. لا تعرفون لماذا، صحيح؟ لا، لماذا؟ لن أخبركم لماذا، لكن سأساعدكم على إيجاده. حسناً، ساعدنا. من أي جهة ذهب؟ حسناً، هيا بنا. لكن هذه المرة سنتحرك بهدوء ومن دون ركض أو صراخ، هل تفهمون؟ ليس له أي أثر. لنتابع التحرك. هناك، الحقوا بي، لكن لا تدعوه يراكم. لكن لماذا نتسلل؟ ما المشكلة؟ الآن ستعرف لماذا. أستاذ علي، أستاذ علي، هذه مفاجأة، لقد رأيتك في نهاية الأسبوع، الآن أعطني الجائزة. أحسنت يا سالم، طبعاً ستأخذ جائزتك. جائزتك؟ شكراً. لماذا ربحت جائزة؟ سأخبركم لماذا. يبدو أنكم خرجتم من الصف قبل أن تسمعوا الأستاذ علي وهو يخبرنا أن اليوم هو يوم ابحث عن أستاذك. أنا وجدته، لذلك حصلت على النقاط.
لكننا وجدناك قبله. أعرف ذلك، لكنكم لم تقولوا كلمة السر. لكننا لم نكن نعرف ما هي. حظ سيء يا صديقي. أي. ها؟ ها؟ أين محفظتي؟ أستاذ علي، وجدنا محفظتك. نسيتها في المطعم، لذلك كنا نلحق بك. لم نكن نعرف شيئا عن يوم ابحث عن أستاذك. ها، كما أنني لم أنهي المثلجات بعد لكي نعيدها إليك. أوه، وأنا كنت ظننت أنكم تلعبون، ولكن الآن عرفت ماذا كنتم تفعلون. بصراحة شكرا جزيلا، وأنا ممتن جدا لكم. ها، أظن أن علي رد المعروف. من يريد المثلجات؟ أعطينا ثلاثة أكواز مثلجات.